كاي موت ميدان لانه عبال عنكو كنت يوم الخميس تعال هان هان وماجي ممكن راح عيد على موت ميدان شاي وين وصلنا؟ اي وطن الوعادة الى النزال في الحال فيصل لما نزل عن خيله وركب غيره كان بس تركزوا معي العادة الى النزال في الحال وطعن فارسهم طعنة في ظهره اخرج بها السيف من ظهره الله يخلي يسلي لي على خير بعت لي الاغراض لعم عبدو جاي عم تعمل لي مشاكل بالقهوه عود على مستر قال وطعن فارسهم طعنة في صدره اخرج بها السيف من ظهره وانقض على باقي الفرسان فشردوا في الجبال كالنسوان قال وولوا الادبار وعاد عنتر للديار فارس ويخافه كل الفرسان هلا شوف شو بده يصير في عود الوعادة الى الديار فارس ويخافه كل الفرسان قال وسنانه تقتل دما من شدة المعركة والنزال الدام فما كان بعد عودته سالما الا امر العبيد ان يجمعوا الخيل والنوب وساروا امامه بامان وبكره ان شاء الله بنكملكم الحكاية اعطينا دقة 60